كابتن حازم، البنك الاهلي يعني من كلام حضرتك وكلام كابتن احمد حسن هو عنده مشاكل دفاعيه، وده يمكن من طريقه لعب كابتن طارق مصطفى، وبيبقى دايما فيه مساحات موجوده، رغم ان هو عنده تلت هجومي مميز جدا بيتمثل في لعيبه مهمه جدا، اسحاق وصاحب السرعات وهلال وكريم بامبو، عنده لعيبه تقدر تصنع فرق وبيتسجل، ولكن دايما عنده مشاكل دفاعيه. هل لسه لحد دلوقتي كابتن طارق مصطفى ما وصلش للشكل اللي هو محتاجه؟ هو وصل للشكل، بس هو الاداء بيختلف. عايز اقول لك حاجه، البنك الاهلي اكتر فريق في الدوري المصري دخل فيه اهداف في الشوط الثاني، صحيح 20 هدف، رقم كبير جدا في عدد مباريات. يعني البنك الاهلي لاعب، انت جاي جايب احصائيات معايا لما محمود مظبطني واحد يعني صديق عزيز هو اللي عامل لي، انا جاي مذاكر عيد ميلادك بقى فقلت اذاكر. البنك الاهلي 19 ماتش داخل فيه 20 اكتر، زي ما قلت لك شوط ثاني اكتر فيها داخل فيه اهداف 20 هدف. ولكن برضو من الحاجات المهمه جدا ان البنك الاهلي اكتر فريق في الدوري المصري جايب جوان من كور ثابته، جايب 12 جون من كور ثابته، حوالي يعني تقريبا نص جوانه كلها من كور ثابته. دي حاجه مهمه جدا جدا جدا، انك انت فرقه بتجيب 8 يعني حوالي 50% او 48% من اهدافها من كور من كور من كورنرز او من كور ثابته، ان كان كورنرز او فاولات على ال 18. فده واضح ان في تمرين كويس بيتعمل، في شغل كويس بيتعمل من طارق مصطفى، انك تبقى موجود بهذا الشكل. انت يعني معدي الزمالك، معدي الاهلي، معدي البيراميدز، معدي فرق كتيره جدا، ما بتستغلش الكوره الثابته بالشكل ده. فتخيل انت فرقه في المركز ال 18 ولا ال 7 ال 15 15 وهي احسن فرقه، اكتر فرقه جايبه جوان من كوره ثابته، تحسب للمدرب، تحسب للتنفيذ اللعيبه بشكل كويس. في حاجات عندهم ايجابيه جدا، هم لو حافظوا على الناحيه الدفاعيه الفرقه دي هتفرق جدا، لان كل معظم الماتشات بيجيبوا اهداف، ودايما عندهم لعيبه كويسه وعندهم دكه كويسه طبعا. يعني هتلاقي اللي بينزل او هيبتدي الماتش سي مثلا كريم بامبو راس حربة او صبا فيصل بينزل الشوط الثاني، عندك بره ساعات مدبولي، عندك ابراهيم حسن، عندك جريندو غير موجودين في الملعب، ان كان اسحاق يعقوب او ياو انور لعيب كويس قوي متحرك وسريع، اكا في اسامي كتيره بره وجوه يقدر يشتغل عليهم كويس طارق مصطفى. لكن زي ما بقول لك، هي المشكله عندهم نص الملعب، المدافع، الناس بتقف لكن ما بتضغطش. معظم الاهداف اللي بتيجي في البنك الاهلي من بره ال 18، تسديدات بره ال 18، اهداف كتير جدا بتيجي من بره ال 18، زي اخرهم كان جول مصطفى فتحي صح في الماتش اللي فات من بره ال 18، بيستلم لوحده ومحدش بيضغط كذا مره حصل فيه. فهم عندهم مشكله في ان انت في عدد كتير بره ورا، لكن ما بيضغطوش، ما بيخشوش، ما بيمثلوا على الضغط شويه. هي دي المشكلة عندهم في الحتة دي، لو اتظبطت الناحية الدفاعية شوية أعتقد الفرقة دي هتبقى في حتة كويسة، لأنهم بيمتلك لعيبة كورة كتير كتير كتير، وهجوميا هم كويسين جدا بصراحة.